السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا واحد لابارتمون في البرومي ايطاج فيها 90 متر، ثلاثه البيوت، صالون سيجور، لا كوزين فيها واحد صاله مونجي وجوج الحمامات في الدخله. كنا سبق لينا شفنا الصاله ديال الثروازيام ايطاج، هذه في البرومي ايطاج، الثمن ديالها 64 متر مشمشه مزيان، كتشوف في الجرده، كتشوف اسباس فيغ ما غيتبناش اللي قدامها، غتبقى سون فيزافي. لا فينيسيون ديال هاد الناس مزيانه بارابور الكالي بارابور الكارتيي والمدينه. هاد لي مبل جا في رياض السلام في بوزنيقه، في الدخله ديال بوزنيقه، بلاصه زوينه هنا واستراتيجي. من بعد ان شاء الله غنشوفوا الفصاله ديال الريتشوسي في نفس لي مبل، ايمبل ار بلس 3، كاين ابارتمون بار ايتاج، كاينين 4 سكان في المجموع في التوتال. الريتشوسي اللي غنشوفوها من بعد غتكون فيها 120 متر بالكراج ديالها وبلاكور، فيها ثلاثه، فيها جوج البيوت ودوبل صالون ولا كويزين بصاله مونجي كبيره وجوج الحمامات، وعندها الكراج ديالها. غتكون الثمن ديالها ان شاء الله 62 مليون، هذه الثمن ديالها 64 مليون. بالنسبه للناس اللي باغيين لي سوبرفيس الصغار ان شاء الله غادي نحطوهم ديال 57 وديال 61 متر في نفس اللوجيسمون رياض السلام، وغتكون معنا ان شاء الله شي حاجه اخرى من هنا القدام في كوستا وفي الداهومي. الداهومي راه قريب للبحر، الناس اللي باغيين البحر كاينه 57 متر، كاين 56 متر، وكاين 52 متر، وكاين 64 متر، فيهم ثمن زوين وقريب للبحر. لي زانفو ان شاء الله نخلي لكم لتحت، اللي حتى شي حاجه يتواصل معايا في واتساب ولا انستغرام. تبارك الله عليكم.